حقيقة فاتني أذكر أنه هو متابع بشكل مخيف. أحد الوزراء سماها متابعة دولة رئيس المزعجة، أنا سميتها المخيفة. يعني حتى أوقات متأخرة من الليل يتصل، يعني ثانية فجرا ثالثة فجرا يبحث بتفاصيل التفاصيل، لا يسألني شنو اللي صار، وين وصلنا، شنو اللي حققنا، يسألني عن الإيراد، مش قد إيرادنا هذا الشهر. متابع، يطلب حضوري للقصر، شنو المشكلة اللي عندك. فمن شفت أنا يعني دولة الرئيس بهذه الروحية وبهذا الاتجاه وبهذا الاندفاع الكبير لتحقيق أو تحقيق إصلاح ضريبي حقيقي، فأنا كنت دائما على تواصل مع دولة الرئيس بتقديم المقترحات. هذا المقترح ما يخص، هذا المقترح يخص، وتلقى مساند، مساند بشكل كبير. طيب. للأمانة يعني قلت دولة رئيس الوزراء يعني يسألك إنه حتى المعالي يعني مع الوزيرة أيضا مساندة للهيئة العامة. كل دولة الرئيس يسألك بشكل مفاجئ عن الإيرادات، فالمواطن هم رح يسألك، يقول لك تعال نعطيني المتغير بالإيرادات. إذا تحسب لها من سنة مثلا بالقريب، نتحدث من 21 أو 22 وصولا لي، أي أكون نسبة تغيير ونسبة جيدة جدا. أحسبها بلغة الأرقام، هناك من هو مراقب ويفهم ما تتحدث. أي موجودة. المثال بسيط، إيرادنا كان في 22 ما يقارب 2 تريليون و 400-500، الآن في 23 3 تريليون و 700، عندي نسبة نمو 105%. شلون ها؟ عمل، عمل متواصل، عمل إيقاف منابع فساد تقصد؟ طبعا أهم نقطة إضافة للعمل، إيقاف منابع الفساد مهم. أنا تحدثت في لقاء سابق عن موضوع الفساد، أنه الفساد في بعض الأخوان من السادة الوزراء أصدقائي ومن السادة المدراء العامين اللي موجودين، اللي يعني يتعايش وياهم بالحالة الطبيعية، يتحدث عن حالة فساد هنا وهناك. أنا اليوم أعاني من ثقافة فساد في الهيئة العامة للضرائب. ما فهمت شنو تقصد ثقافة فساد؟ بالعامية يقول إذا ما تستفاد أنت غشيم. أنا أتعامل مع هكذا وصف لعملية الفساد. بداية استلامي للمنصب خلال 3 أشهر درسنا يعني دراسة مكثفة كل مدراء الفروع والأقسام وحتى مدراء الشعب. يعني أنا وصلت إلى مدير الشعبة، غيرت من الموصل إلى البصرة. أنا يعني اكتشفت، لاورتهم لو غيرتهم؟ لا عفيتهم. وعافوك الكتل هيك؟ راح أعطيك مثال بسيط، يعني إذا تريد تيجي تسأل أحدهم حيقول لك هذا استحقاق. اي على عافيتهم، ويعني يعني من يصير ضغط من جهه معينه ما استجيب للضغط واخلي الشخص اللي انا مقتنع به واللي انا اتحمل مسؤوليته اللي هو يكون من نفس الكتله والحزب ام لا، لا يجيب لا لا على الخبره والكفاءه، موظف على الخبره والكفاءه والنزاهه. 3 عوامل مهمه لدي، الخبره والكفاءه والنزاهه.